السلام عليكم ورحمة الله. ان شاء الله هنشوف مع بعض النهاردة طريقة صينية الكنافة في فرن مايكرويف LG 39 لتر. اتمنى ان الفيديو يعجبكم وتستفادوا منه. عندي هنا حوالي ربع كيلو من الكنافة بعد ما قطعتها. الافضل كمان ان هي تبقى مجمدة، بيبقى سهل ان احنا نفركها وتتقطع قطع اصغر من كده كمان، فبتبقى افضل في التقديم. ضفت الاول معلقتين كبار من السكر، هبدا اخلطهم مع عجينه الكنافه، وبعد كده هضيف عليهم ربع كوبايه من الزبده وهبدا افركها كويس. هستخدم صينيه بايركس، هدهنها كويس جدا بالزبده، وبعد كده هبدا افرد فيها اول طبقه من الكنافه. هضغط عليها كويس، وبعد كده هنجهز الحشو. انا دايما بفضل حشوة المهلبية العادية مع الكنافة، وبعتبر ان دي اطيب حشوة تجهزيها مع الكنافة. كوبايتين من الحليب، ضفت عليهم 3 معالق من النشا ومعلقتين من السكر، بدوبهم الاول على البارد وبعد كده على البوتاجاز، اقلبها باستمرار لحد ما تتمسك. هبدأ اوزعها، لو انت حابه ما تجيبهاش على الاطراف، لكن دايما القطع او المهلبيه الزياده اللي بتيجي على الاطراف بتتحمر فبيبقى طعمها حلو جدا، فده حسب الرغبه، لكن الافضل لو انت مجهزاها لضيوف ان انت ما تجيبيش المهلبيه على الاطراف. ولو حابه كمان تضيفي طبقه من المكسرات قبل ما نضيف باقي كميه عجينه الكنافه على الوش. وبعد كده دوبت معلقتين كبار من الزبده، هبدا اوزعهم على سطح الصينيه وهندخلها الفرن الميكرويف. هنا مايكروويف LG بيبقى فيه عدة برامج، ده 39 لتر. هنستخدم برنامج المزج مع الشواية من ضمن برامج وضع الطهي، وهنستخدم برضو الشبكة اللي بتيجي مع المايكروويف دي، الشبكة اللي بأرجل منخفضة، بيجي معها كمان شبكة تانية بتبقى بأرجل مرتفعة، مش هتفرق كتير. أنا بستخدم الشبكة دي دايما مع الحلويات. بعد كده هنبدأ نظبط البرنامج، هنضغط على وضع الطهي 3 مرات، هظبط الحرارة بالبكرة 200، هنعمل ستارت، وبعد كده هنبدأ نظبط المدة 35 دقيقة. بعد كده هنعمل ستارت، وده عندي نتيجة صينية الكنافة في فرن الميكرويف، تحفة جدا زي بالظبط فرن البوتاجاز. العيب الوحيد او اللي ممكن نسميه عيب وحيد ان دايما الارضية بتبقى مش متحمرة زي فرن البوتاجاز، لكن الوش عندي بيبقى متحمر ومقرمش وتحفة جدا. بطلع الصينية وهي لسه سخنة، ببدأ اسقيها بالشيرة الباردة، ولو حابة كمان تضيفي مكسرات على الوش. تحفة جدا صينية الكنافة في الميكرويف، اتمنى تجربوها. لو عندكم الميكرويف ده جربوا فيها الحلويات، هيعجبكم جدا. اتمنى الفيديو يكون عجبكم واستفدتم منه. مع الف سلامة.